نفذت القوات الجوية ضربات مركزة ل15 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية. وقال بيان للمتحدث العسكري إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر بسرعة التعامل معها بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتقوم القوات حاليا بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية. استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات المختلفة، وبناء على معلومات تفيد بتجميع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف وتأكيد إحداثيتها والتعامل معها على مدار 24 ساعة الماضية. وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية. وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، تمكنت قوات إنفاذ القانون بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية من إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي، وذلك إثر استهداف سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وملجأ أن يضم 6 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة تم القضاء عليهم بشكل كامل.